تسلمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني جائزة العمل الفائز بتمثيل مصر في بينال فينيسيا الدولي للعمارة في دورته 18 خلال الحفل الذي نظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضري بسينما الهناجر. وتضمن الحفل إعلان الفريق الفائز وتسليم وزيرة الثقافة 6 شهادات تقدير ل6 مشروعات متميزة اختارتها لجنة التحكيم التي تم تكريمها أيضا، وافتتاح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة.